دكتور احنا مش بنخوف المشاهدين، بس عايزين نعمل توعية وعايزين نقول يا جماعة الموت المفاجئ دوت بقت حاجة يعني بنسمعها كتير وبنشوفها كتير حوالينا. ايه هو الموت المفاجئ وايه اللي بيحصل الموت المفاجئ؟ برافو عليكي، بس انا عايز اقول لك الموت المفاجئ، ما كل موت مفاجئ. في واحد مثلا، ايوه لا بالظبط، لا ما انا عايز علشان نزل الشارع عربية أيوة ضربته، دي حقيقة. هل ده موت مفاجئ؟ واحد معدي صح، طوبة نزلت عليه، هل ده موت مفاجئ؟ فلذلك منظمة الصحة العالمية قالت عايزين نعمل تعريف للموت المفاجئ ونتفق عليه وكلنا نشتغل عليه، واحنا جايين النهاردة علشان نعرف يعني ايه الناس الموت المفاجئ، بس هم عدلوا الاسم شوية، قال موت القلب المفاجئ. القلب مش الموت المفاجئ، هو في معظم الأحيان الموت مفاجئ، لكن احنا عايزين نقول موت القلب المفاجئ. وعملوا له تعريف، واي حاجه بره التعريف ده مش هتبقى موت قلب مفاجئ، صدن كاردياك ديس. تمام. قالوا اي اعراض في خلال ساعه لو ان فيه شاهد يعني مع المريض، يعني المريض جنبه صديق او زوجته وجات له اعراض، الاعراض دي بعد ساعه ادت الى توقف عضلة القلب، هو ده موت القلب المفاجئ اللي هو له أسباب كتير قوي. من أسبابها طبعا أكبر لاعب رئيسي الشريان التاجي، بعد كده لما الرياضيين والإعلام اهتم بموت المشاهير اللي هم بيبقوا في الملاعب، قسموا الموت المفاجئ لفوق 35 سنة وتحت 35 سنة. فوق 35 سنة بيبقى فعلا اللاعب الرئيسي هو الشريان التاجي، لكن تحت 35 سنة في حاجات بتدخل، بس زي ما حضرتك قلت في الأول مفيش سن مقياس، ولذلك ما نغفلش النقطة دي. مش معنى ان انا صغير مش هيجي لي شريان تاجي، بس انا صغير ممكن هفكر في حاجات تانية، حاجات تانية زي تضخم العضلة الوراثي. في احنا عندنا في القلب سيستم، جهاز مسؤول عن كهربة القلب، وما بنقدرش نكتشف أمراضه، يعني اللي بيبقى عنده خلل في توصيلات القلب ما بيبقى إنسان عادي سليم، ما بيبقاش مسموع عليه لغط، مجهوده كويس، مش هو المريض القلب المعتاد، لكن ساعات بيبقى عنده حاجات وراثية في القنوات الأينية للقلب بنسميها تشانلوبسي. العيان ده ممكن يحصل له فجأة خلل في كهربة القلب لو اتعرض للرياضة أو أي شيء. ولازم نعرف برضو إن حكاية موت القلب المفاجئ دي حكاية قديمة، احنا بنتعوز من موت الفجأة. وعايزة تعرفي حاجة في الموت المفاجئ اكتشفيها في القبائل البدائية. أول الناس كانوا في افريقيا قبائل اسمها الفودو، كانوا اما حد يموت عندهم يقوموا جايبين كلهم طالعين من البيت سايبينه، ويجيبوا كاهن القرية يطلع الميت، وهم اهل البيت يهربوا من البيت لما حد يموت، فبيسألوهم انتوا بتعملوا ليه كده؟ قالوا لهم احنا كان عندنا واحد مريض تعبان زمان في التاريخ بتاعهم، وكان له بنت في منتهى الصحة وفي منتهى الجمال، وكانت بتنزل الغابة وبتعمل كل حاجة مطلوبة منها. أول ما عرفت إن أبوها مات قامت ماتت، اللي هي احنا دلوقتي سميناها متلازمة القلب المنكسر. فالبدائي فكر إزاي؟ البدائي إزاي فكر في الموت المفاجئ؟ قال لا، روح الميت دي هي خادت البنت الصحيحة، يبقى احنا اي حد هيموت هنسيبه ونجيب الكاهن اللي هيتعامل مع الروح الشديد. ولذلك اول عالم بريطاني شهير كان عالم طبيب نفسي، اول مرة يوصف الموت المفاجئ نتيجة الانفعالات النفسية سماه فودو ديس، على اسم قبائل الفودو اللي احنا دلوقتي، ده كان سنة 1942، اللي هو كان سايكوجينيك ديس اللي هو الانسان اللي يتعرض لانفعال قلب يقف سماه فودو ديس، وبعد كده اتغيرت بقى الاسم الايه
لتاكوتسوبو اللي هي متلازمة القلب المنكسر. وكتير برضو يا دكتور عايزة اسأل يعني هنتكلم طبعا عن القلب المنكسر، بس عايزة اعرف برضو في ناس تيجي تقول لك الشاب دوت جينا نصحيه من النوم لقيناه مات، نيجي نسأل نشوف بقى ايه سبب الوفاة، يقولوا توقف عضلة القلب. يا ترى عضلة القلب، ويقول لك ده شخص رياضي وشخص صحته كويسة وما عندوش اي كوليسترول عالي، ما عندوش اي دهون زيادة في جسمه بحيث انها ممكن تأثر على الشرايين، ايه اللي بيخلي عضلة القلب يحصلها توقف؟ يا ترى فعلا زي ما حضرتك بتقول ممكن اسبابها الحزن، الزعل، الغضب، ايه بالظبط؟ هو طبعا اول حاجة طبعا اللي يخلي القلب يتوقف ان الشريان اللي بيغذيها يتوقف. هنقول تاني 80% الحالات شريان تاجي. هيجي بعد كده ان احنا ممكن يكون حصل التهاب في العضلة، اتساع في العضلة، او الامراض الوراثية لكهربة القلب. الاوراد الودية دايما يعني فيه مثلا مرض زي مرض برجادة، ده مرض برجادة ده اللي عنده يحصل له الوفاة اثناء النوم، يجي يصحوه زي ما حضرتك قلت كده متوفر. لان برجادة ده عنده خلل في القنوات الكهربية في سيستم الكهرباء بتاع القلب، والخلل ده مش مؤثر عليه، مش زي مثلا مريض الشريان التاجي مثلا بيجي يبذل مجهود هيحس بألم في الصدر، مرض ضعف العضلة هيجي يبذل مجهود هيحس بصعوبة نفس، لا ده اول عرض في حياته هو الموت المفاجئ. ما هي دي. طب معنا اتصال من استاذ كريم. الو يا استاذ كريم. السلام عليكم. وعليكم السلام يا فندم. ازي حضرتك؟ الحمد لله تمام. ازيك يا دكتور؟ والله انت منور الشاشه. اهلا وسهلا يا فندم، ازي صح؟ الله يخليك. انا عندي ثلاث اسئله يا دكتور حضرتك، معلش انا اسف. تحت امرك. تمام اتفضل. السؤال الاولاني اللي انا بحس يعني ايه يعني بصدمات نفسية كده حضرتك يا دكتور، يعني لما بشوف واحد مثلا قدامي ايه يعني ما بحبوش او كده وكده بلاقي ضربات القلب عندي سريعة. يعني دكتور؟ ايوه يعني انت لو واحد ما بتحبوش بتحس ضربات القلب سريعة؟ لو واحد مثلا كده مثلا حضرتك يعني مثلا ايه يعني ما بكلموش انا نفسيتي يعني ايه بتتقفل منه حضرتك يا دكتور. ايوه لكن ضربات القلب عندي بتزيد. يعني لكن انت حضرتك لما بتطلع سلم او بتبذل مجهود ضربات القلب بتبقى سريعه؟ يعني ايوه حضرتك. نعم اقل مجهود. لا. يعني طلوع سلم مشي شويه الضربات بتزيد. لا ما بتحسش كتير عادي يعني ايه؟ ما بتحسش باي يعني ضربات قلب؟ لا انا ما بمشي كتير عادي يعني ايه ما بحسش يعني ايه ولا بشكة ولا باي حاجة. وساعات بيجيلي حرقة كمان يا دكتور كمان يعني. طب انت سن حضرتك كم سنة يا فندم؟ وهل انت مدخن ولا مش مدخن؟ في سكر؟ في ضغط؟ يعني تاريخك المرضي ايه؟ لا هو الضغط بتاعي كويس. سن حضرتك الاول كام؟ سن حضرتك نعم؟ سن حضرتك كام؟ انا سني يعني انا تم 23 اهو يا دكتور خلاص. 23 تمام. وانا عايز اعرف فايده الرياضه يا دكتور، وان يعني مثلا ايه ان قله الرياضه ديت يعني بس تجيب الامراض. حاضر. قلة الرياضة ممكن تجيب امراض ولا لا؟ طب ايه تاني عندك سؤال؟ يعني اتكلمنا عن الرياضة وضربات القلب السريعة، ايه تاني يا استاذ كريم؟ هو السؤال الثالث يعني ايه؟ يعني ان لما بزعل انا بحس بدوخة كمان وضربات القلب عندي كمان بتزيد. حاضر. يعني انا حاجة تانية؟ شكرا. عندك اي سؤال تاني؟ شكرا لاتصالك والف سلامة على حضرتك يا فندم. عايزين نطمنه يا دكتور. اعتقد ان هو يعني اولا يعني احنا لنا قرائن يعني السن صغير طبعا بس 23 سنة 23 سنة لكن هو مجهوده كويس. حكاية ان هو مثلا دي يمكن عامل نفسي اكتر بس يعني ما فيش مانع ان هو يعمل رسم قلبه ويطمن، لكن يعني بنسبة 99.9 ان هو سليم تماما ما فيش اي حاجة، ودي يمكن دي كلها توترات نفسية وقلق نفسي ما لهاش اي علاقة. طب ممارسة الرياضة يا دكتور؟ طبعا ممارسة الرياضة دي يعني ما يعني لا غنى عنها. لا غنى عنها يعني لا صحة بدون ممارسة رياضة.
تمام. لا صحة بدون ممارسة رياضة. لا صحة بدون ممارسة الرياضة، دي حاجة مهمة جدا. تمام. نرجع تاني يا دكتور للقلب، وكنا بنتكلم عن الموت المفاجئ بالذات في الناس السنها صغيرة لما بنصحيها من النوم. حضرتك قلت ان دي حاجة معينة ودراسة معينة اتعملت ان في اشخاص لما بيصحوا من النوم بيموتوا يعني وفي سن صغير. تمام. في ايه تاني يا دكتور ممكن من الامراض اللي هي نقدر نقول او اعراض، يعني في ناس تيجي تقول لك انا ضغط لضغط شديد ومره واحده حسيت بنغزه، واماكن النغزه بتختلف يا دكتور، يعني في ناس تيجي تقول لك انا اتنرفزت في الشغل واتحرق دمي ولقيت في نص صدري بالظبط وجع جامد جدا ونغزه جامده جدا. طب حابب ان احنا نجاوب على السؤال ده ولا ناخد اتصال من استاذه هدى؟ زي ما تحبي حضرتك. لا اللي انت عايزه. طب ناخد اتصال وبعد كده نرجع للسؤال. الو استاذه هدى. السلام عليكم. وعليكم السلام، سؤالك للدكتور. ازي حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله تمام يا فندم. ربنا يبارك في عمرك. ازيك يا دكتور؟ اهلا وسهلا يا فندم. ربنا يديك الصحه يا رب. الله يخليك. بعد اذن حضرتك يا دكتور انا عندي سؤال ممكن؟ تحت امرك. اتفضلي طبعا. ربنا يبارك فيك يا رب. اولا يا دكتور انا عمري 43 سنه ووزني 85. تمام. ومش بعاني من سكر او ضغط او اي مرض من كان، الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. بس في حاجة دكتور ظهرت معايا كده من حوالي يعني شهرين تقريبا. دكتور لما بعمل اي مجهود دكتور اطلع، انا ساكنة في الدور الثالث، لما بعمل اي مجهود او اطلع السلم باجي عند الدور الثاني واحس ان انا بنهج، ضربات قلبي بتبقى سريعة. تمام. وبعد كده يا دكتور لو مثلا شلت سجاد من الارض او عملت مجهود بسيط بحس ان انا بنهج او بشرعج، افضل اعمل كده بنهج كتير واحس ضربات قلبي انا بسمعها وبنزل عرق كتير. ودلوقتي يا دكتور حاليا ضربات قلبي انا بحسها ان هي بتضرب يعني طبيعي، ومره واحده تيجي ضربه زي تفوت جامد كده تخليني اعمل كده دكتور مع الضربه الجامده اروح عامله كده لوحدي، بحسها انا بحسها وبسمعها. طبعا لازم خلصت كده حضرتك يا فندم؟ ايوه. انت حضرتك قلتي ما فيش لا سكر ولا ضغط، يعني احنا بس ممكن نقول ان العامل الخطوره الوحيد يا فندم السمنه لا دي. لا دكتور انا 85، انا وزني 85. طولك قد ايه؟ طولي 167. تمام. يعني الاعراض اللي انت بتقولي عليها حضرتك دي لازم تحترم، بدل ان احنا فيه مع المجهود صعوبة في النفس وضربات في القلب. لا النفس لا يا دكتور، لا دكتور بعد اذنك نفس لا هي بتقول لك اقل لا النفس بتاخد نفس كويس بس مع المجهود جدا. ايه؟ انا مع المجهود بس مع المجهود لو بس مع لو عملت مثلا الشقه شلت سجاد مثلا سيقت او كده بحس ان انا بنهج اثناء يعني. طيب ما هي دي صعوبة نفس. ما هي دي لا النفس طبيعي جدا حتى. امال يعني ايه بتنهجي يا فندم؟ ما هي النهجان ده صعوبة في النفس. لا بنهج كده يعني ايه بحس ان انا عايزه اقعد بهدى كده مفيش لا النفس طبيعي جدا. يعني النفس بتاعي الحمد لله مفيش اي مشكله في النفس، هي بس المشكله في العرق وبحس ضربات قلبي انا بسمعها وفي زي تفويته في الضربه يا دكتور، بحس ان في ضربه بتيجي جامده كده بتخليني اعمل كده لوحدي يعني بحس ان انا بكح. تمام. او بشرق. بادئ ذي بدء، لازم هنعمل رسم قلب ونشوف فعلا فيه سرعه في ضربات القلب، ويا ريت هنعمل موجات صوتيه على القلب نشوف كفاءه العضله، لازم الاثنين دول بدان العرض بيتكرر مع المجهود دي لازم يحترم. احنا دايما بنبقى يعني متراخين شويه لو العرض ده بيجي لك في الراحه، لكن احنا دايما بدان فيه عرض بيتكرر مع المجهود يبقى لازم نشوف القلب. وطبعا قبلها طبعا يعني الدكتور لازم هيعمل لك صوره دم وتحليل غده، بس لازم يعني نصيحتي ان انت لازم تكشفي ومبدئيا حاجات اساسيه وبعد كده هنبني عليها. الاساسي ان احنا هنعمل رسم قلب وموجات صوتيه على القلب وصوره دم وتحليل غده. شكرا لاتصالك والف سلامه لحضرتك يا استاذه هدى، وزي ما الدكتور جاوبك قال لك امشي شوفي الاول اعملي رسم قلب ورسم قلب لا موجات صوتيه على القلب الاول ونشوف يا ترى نبضات القلب ايه اخبارها.
طب نرجع تاني يا دكتور للسؤال اللي هو النغزة وساعات اللي هو مواصفات الألم. بالظبط مواصفات الألم بتاع القلب. بالظبط هو فيه يعني بنقول الألم نمطي وفيه ألم غير نمطي. أما أقول نمطي يبقى أنا حتى لو العيان وصف لي الوصف ده ورسم القلب كويس والإيكو كويس أنا هتعامل معاه على قلب. غير نمطي ههدى شوية وهطلب فحوصات أكتر. في الاثنين هطلب، بس النمطي ده خلاص حطيت إيدي يعني أنا شخصته 90% من التشخيص من كلامه. إيه النمطي؟ إنه يكون في نص الصدر ويكون يا إما حرقان شديد يا إما عصرة يا إما سكاكين بتقطع، ويسمع في الرقبة، بيسمع في الفك، بيسمع في الكتف الشمال، بيبقى معاه عرق. أول ما العيان يعمل مجهود يحس بالأعراض دي، أول ما يستريح تروح الأعراض، وإنها تكون يقولوا ريبريديوسابل. يعني إيه؟ يعني هيمشي 5 خطوات بيجيله الألم، قعد استريح خلاص لو رجع تاني مش ال5 خطوات جه الألم. ده نمطي بقى، ده نمطي خلاص أنا عرفت إن أنا هدخل في فحوصات للقلب. يعني حتى افرض لقيت رسم القلب سليم، سليم بالظبط، لا لازم ده هعمل له أشعة مقطعية على الشرايين، لأني وصف لي وصف الألم اللي هو النمطي اللي هو التيبيكال شيست بين. لكن ده بداية ذبحة يعني؟ إن دي بداية ذبحة، لكن هو لو مثلا بيقول نغزة بتروح في اليمين ما فيهاش عرق ما لهاش علاقة بالمجهود، هيبقى أخد القرائن. في القرائن إيه؟ هل في معاها عوامل خطورة؟ ما هو لازم ان انا يعني لازم يكون المتهم فيه دليل على اتهامه. ايه دليل اتهامه؟ عوامل الخطورة. ايه عوامل الخطورة؟ السمنة، السكر، الضغط، السن، التاريخ المرضي للعيلة، دي كلها. هل مثلا لو لقيت مثلا واحد عنده سكر وعنده ضغط ومدخن وبيقول لي نغزة، مش زي واحد ما عنده سكر ولا ضغط ولا مدخن وبيقول لي عندي نغزة. ده يفرق وده يفرق. والسن برضو واحد صغير زي ما الاخ المتصل ده 23 سنة غير ما واحد عنده 60 سنة او حاجة لكن النمطي خلاص النمطي ده هبتدي على طول هكتب روشتتي وهحاول اتأكد بحاجات تانية. طلعت معايا ماشي، ما طلعتش خلاص يبقى انا كده، لكن مش هستنى ان انا مثلا بتاع المغزى ده هستنى عليه. اقول له طب ما نعمل الاول مثلا ايه رسم قلب من مجهود، طب هنعمل اشعه مقطعيه، هاخده واحده واحده. تمام عشان نقدر نصحح. اللي هيوصف وطبعا اللي هيوصف صح هو حاسس صح. بالظبط. ودي اللي هي يا بدان يعني الاعراض اللي احنا انه هو في نص الصدر، حرقان شديد، تقطيع، بيسمع في الكتف الشمال او في الفك او في الرقبه مع عرق. وريبريديوسابل يعني ايه؟ يعني هيروح من هنا لاخر الاوضه دي جاله الالم، استريح راح. لو كرر هذه الكره حصل الالم خلاص، حصل الالم خلاص كده خلاص خلاص كده بالمنطق الارسطي خلاص ده مريض قلب. مريض قلب. طب دكتور امجد معانا اتصال من استاذه بسمه. الو الو مساء الخير. مساء النور يا استاذه بسمه، ازي حضرتك؟ الحمد لله تمام يا فندم. عندي استفسار ممكن اكلم دكتور؟ اتفضلي. طبعا دكتور سامعك. ايوه دكتور اتفضلي. فين؟ اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. دكتور هو انا عندي يعني عندي اعراض زي اللي حضرتك بتقولها بس هي غريبه شويه، ممكن اقولها لحضرتك؟ قولي يا فندم. دلوقتي انا يعني انا بلعب رياضه وبروح جيم وبعد كده برجع تاني كام شهر ما بلعبش. تمام تمام. لما ما بلعبش مع اي مجهود، لو طلعت دور، لو جريت شويه، لو اي حاجه كده، بيجي لي وجع جامد في صدري وبيسمع في كتفي الشمال، بيقعد ثانيتين بالظبط. بس انا لو اول ما بطل المجهود ارتاح، طلعت دور، ثلاث دور، اي حاجه كده. ثانيتين بس؟ ثانيتين بس ده ما يعني ما اعتبروش يعني الم يعني. لا هو ثانيتين عشان انا عشان بس هي بتوقف المجهود. لكن هي لو استمرت في المجهود هيستمر معاها، صح يا استاذه بسمه؟ بالظبط. طيب انت عمر حضرتك كام سنه؟ وفي سكر؟ في ضغط؟ في سمنه؟ في تاريخ مرضي للعيله؟
هو انا عمري 38. لا ما عنديش سن، انا وزني 58 وطولي 158 تقريبا كده. مثالي. طيب وما فيش ضغط ولا سكر؟ لا لا الحمد لله ما عنديش اي امراض، انا عندي ارتجاع مريء بس. يعني برضو انا يعني شاكك في يعني في الالم ده ان هو يكون من القلب، بس برضو ما اقدرش اجزم الا لما هعمل رسم قلب الاول، وممكن نعمل بقى هنعمل رسم قلب بالمجهود او اشعه مقطعيه على شرايين القلب. بس هي عملت رسم قلب يا دكتور؟ انا عملت رسم قلب عادي، طلع كويس، وعملت ايكو طلع كويس. ولسه انت مع المجهود بيجي لك الم؟ لا ما انا هقول لحضرتك حاجه، انا لما بنزل الجيم وبعمل مجهود بشكل متكرر ما بيحصلليش حاجه، ببقى كويسه. لكن لما ابطل المجهود وابطل انزل الجيم بيجي لي الوجع. يعني انت لما بتمارس الرياضه بتبقي كويسه؟ ببقى كويسه، حتى لو طلعت 10 ادوار ما بتعبش. يبقى كده ضد ان دي تكون اعراض من اعراض القلب، ويمكن هو يعني بقول يعني بس عندها ارتجاع مريء يا دكتور. ارتجاع المريء ممكن الاعراض بتتشابه. بس بقول لحضرتك برضو لو على الاقل نعمل رسم قلب بالمجهود. شكرا. ده مهم ورخيص ويعني مش يعني ما فيهوش يعني فيهوش خطوره، ومش زي مثلا الاشعه المقطعيه الى حد ما فيها نسبه صبغه، فيعني هيخلينا نطمن اكتر يعني. وانا يعني تقريبا ان انت بتمارس الرياضه وما يعني اصل هو القلب مش في مره هيتعب ومش في مره مش هيتعب. يعني هو احنا اكتر عبء على القلب المجهود العضلي. انت عملتي مجهود عضلي وما اشتكتيش، بالتاكيد القلب كويس بالتاكيد. عندك اي سؤال تاني يا استاذه بسمه؟ لا تمام شكرا. طب شكرا لاتصالك والف سلامه حضرتك. لكن لو عايزه تطمني اكتر اعملي رسم قلب بالمجهود زي ما الدكتور قال لك، وان شاء الله هتطلع كويسه وما فيهاش اي مشكله. دكتور نرجع تاني زي ما حضرتك بتقول ان اعراض الذبحه بتبقى واضحه وصريحه، يعني ما فيهاش كلام، يعني مجرد المريض يجي يشتكي بنغزه ووجع في ايده الشمال او في كتفه الشمال مع الام في ظهره مع كمان التعرق الشديد، ذبحه. تمام. ذبحة بقى يا دكتور عشان نقدر نلحقها، عشان في ناس تيجي تقول لك انا حصلت لي ذبحة واهملتها، الذبحة بتقلب على طول بجلطة. تمام. صح ولا؟ ممكن يعني هي ده في الغالب، يعني ان مثلا الذبحة ده يعني فيه قصور في الشريان التاجي. بالظبط. قصور يعني ضيق، الضيق ده ممكن اي جلطة في اي وقت مع اي انفعال مع ضغوط الحياة ممكن الشريان يقفل، وممكن مريض الذبحة معرض اللي هو ما بياخدش علاج انه يجيله جلطه. تمام. طب معانا اتصال من استاذه هاله. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام استاذه هاله، سؤالك للدكتور. لو سمحت استاذه هاله ولا هنا؟ هنا. اهلا بيكي يا استاذه هنا. ربنا يخليكي، شكرا. بقول لحضرتك ممكن اكلم الدكتور؟ طبعا دكتور. اتفضلي. كم يا دكتور لو سمحت لما بطلع السلم بحس بنهجة كده. طيب يعني بعد كم درجة تحس بالنغزة؟ أنا في الدور الثالث. يعني أول ما بتطلعي الثالث تحس بالنغزة؟ أول ما بطلع بقعد كده ومبقاش قادرة آخد نفسي. يعني النغزة في الجهة اليمين ولا في الشمال؟ لا في صدري. في النص يعني؟ في النص يعني صدرك؟ طيب أيوة. بتسمع في الكتف الشمال؟ لا. بيبقى معاها عرق؟ لا. طب سن حضرتك كام سنه وبرضه في سكر ولا ضغط؟ ها؟ لا 28 سنه مع ولا سكر ولا ضغط. ومفيش اي تاريخ مرضي في العيله؟ مفيش حد الوالد او الوالده ما عملوش اساطر ولا حد من اخواتك؟ لا لا خالص. برضه انا اعتقد ان مفيش حاجه، بس برضه ما اقدرش اقول مفيش حاجه الا لما نعمل رسم قلب ونشوف. لكن تقريبا يعني العرض بتاعك يعني مش ليس ذا خطورة يعني. عندك اي سؤال تاني يا استاذة هنا؟ انا كنت ركبت عجلة ركبت العجلة واول ما ركبت العجلة حسيت ان صدري كده فيه شرخة جديدة. يعني مع مجهود العجلة؟ مع مجهود. وبيتكرر يعني كل ما بتعملي مجهود ولا ممكن يجيلك في الراحة؟ لا في المجهود بس. طيب لما جالك الالم وريحتي مثلا 5 دقايق
يروح ولا يستمر معاكي؟ لا بيروح. طيب برضو ما فيش يعني مانع ان احنا نعمل رسم قلب، وطبعا اخصائي القلب هيقيم ان انت هتحتاجي بعد كده رسم قلب مجهود او اشعه مقطعيه على شرايين القلب. بس برضو انا يعني مش مرتاح ان ده يكون بسبب القلب، يعني ممكن هيكون بسبب حاجات تانية. عندك اي سؤال تاني يا استاذه هنا؟ شكرا يا استاذه. شكرا لاتصالك والف سلامه على حضرتك يا فندم. نرجع تاني يا دكتور زي ما بنقول، بس انا عايزه اسال حاجه. دايما يقول لك الستات قلبها اقوى من الرجاله، دلوقتي مقياس ولا ده ما بقاش مقياس؟ لا لا ما بقاش لا مقياس. يعني حتى يعني هو يعني ممكن بنقول يعني يمكن الهرمونات في ما قبل سن اليأس بتحمي شوية من الشريان التاجي. وطبعا الموت المفاجئ طبعا في الرجالة أعلى من الستات، لكن الكل بيتساوى بعد بعد سن الياس. يعني اول يعني مع في ناس الانقطاع الدوره بيبقى 40 45 50، يعني هو المشكله بتبقى ان الهرمونات بتعمل شويه حمايه نتيجه انها بتنزل الكوليسترول شويه، فهي دي يمكن نقطه الحمايه يعني، لكن مش ده مش مقياس. طب دكتور امجد معانا، لكن ممكن نقول الضغوط اكتر للرجاله نازل، بس ده ما فيش مقياس يا دكتور. دلوقتي ما دام الست بقت بتشتغل زيها زي الراجل، الضغوط ده في كمان سيدات بتبقى هي اللي متحمله كل حاجه، بتبقى مثلا في حصل انفصال او حاجه، فالسيده هي اللي بتبقى متحمله مسؤوليه البيت كله، فبيبقى ضغوطها يعني كتير. صح صح. طب معانا اتصال من الاستاذ احمد اهو، حد من الرجاله بتكلمنا. الو تحياتي يا استاذه. اهلا ازي حضرتك استاذ احمد علوم. اسعد الله زهوركم وكل اوقاتكم بكل خير. مرسيل حضرتك استاذ احمد علوم. ان شاء الله. اهلا وسهلا. العمل شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك. الدكتور ضيف حضراتكم. اتفضل. مع حضراتكم احمد عروق من غرب شبرا وخيمه. منورنا يا استاذ احمد. شكرا جزيلا. ابلغ من العمر 67 عام. واعاني من مرض السكر النوع الثاني. سؤالي للاستاذ الدكتور، هل هناك تأثير سلبي لهذا النوع من السكر من مرض السكر على مشاكل القلب؟ وإذا كان الأمر كذلك، هل ما هي الإجراءات أو الاحتياطات التي يجب اتخاذها حتى نتجنب تلك المشاكل؟ سؤال جميل قوي يا استاذ احمد. طبعا عندك اي سؤال تاني يا استاذ احمد؟ اجلت تواضعنا. شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك. عندك اي سؤال يا دكتور؟ لا لا لا، هو طبعا شكرا لسؤالك يا استاذ احمد والف سلامه لحضرتك. زي ما احنا قلنا عامل من عوامل الخطوره بالظبط. مريض السكر هو اكتر مريض احنا ما بنخوفش معرض لقصور الشريان التاجي، لكن لو مريض السكر ده احنا بيتحكم في السكر كويس، بياخد دواء كوليسترول، ما هو لازم مريض السكر اكتر من 40 سنه لازم ياخد دواء كوليسترول علشان اجباري، علشان ايه؟ عشان نحمي الشرايين. فلازم يكون بياخد دواء كوليسترول، لازم يمارس الرياضه، لازم الاكل الصحي. حتى يا دكتور لو ما عندوش كوليسترول عالي؟ حتى لو ما عندوش كوليسترول عالي. النقطه دي مهمه قوي. فوق 40 سنه وعندنا سكر خلاص، دي بتساوي ان احنا ناخد دواء كوليسترول ولا نعتمد على التحاليل. ولا نعتمد على التحاليل، نعتمد عليها في المتابعه. طيب يعني ما اقولش مثلا انت كوليسترول كويس انا مش هديه، لا، لازم نبتدي دواء كوليسترول لاي مريض سكر فوق ال 40 سنه. يبقى هو هنا الاحتياطات اللي ياخدها ان في عامل خطوره، عامل خطوره ده يبقى لازم اظبط سكري، لازم اخد دواء كوليسترول، لازم امارس الرياضه، الاكل الصحي اهم حاجه. الاكل دي حاجه يعني اول حاجه ناس فكروا فيها كانت الاكل، ان احنا لازم يكون يعني لما يعني احكي لك، لما روزفلت مات قالوا الراجل ده رئيس امريكا، اسف، لما جاله جلطه في القلب، طب ياكل كويس والراجل يعني احنا معتنين بيه، فكلفه دكتور ان هو يلف العالم ويشوف احسن ناس بتاكل كويس وما بيجيلهاش امراض في القلب. والدكتور ده عمل دراسه في 7 اماكن اللي هي في حوض البحر الابيض المتوسط، ولذلك قال ان الميديترينيان دايت اللي هي وجبه البحر المتوسط دي اكبر، ده كان اول تفكير في الاكل. ودي كان لقاهم في الناس اللي هم في جنوب اليونان بيستهلكوا زيت زيتون، بياكلوا سمك،
فلقى ان امراض القلب عندهم قليلة. فطلعت بقى موضة الايه الميديترينيان دايت اللي احنا برضو علشان الناس ما تتلخبطش زي الموت المفاجئ كده حددناها. يعني ايه ميديترينيان دايت؟ يعني خضار كتير، فاكهة كتير، مفيش دسم، وبناخد دهون صحية. يعني الميديترينيان دايت دي او وجبة البحر الابيض المتوسط مش ما فيهاش دهون، لا فيها دهون صحية اللي هي جاية يا يعني اما من زيت الزيتون او من المكسرات. فاول حاجة لازم في اللايف ستايل الوجبة، وجبة ما فيش دسم، فيش مخللات، خضار كتير، فاكهة كتير. بس طبعا مريض السكر يعني لازم يعني يكون يحترس من الحاجات دي طبعا اكيد. طب معانا اتصال من استاذ شعبان. الو يا استاذ شعبان. وعليكم السلام يا فندم. الدكتور اتفضل. السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام استاذ شعبان. الله يخليك يا فندم. حضرتك يا دكتور انا عندي 37 سنه. حضرتك انا غير مدخن، وحضرتك انا ما فيش لا سكر ولا في اي حاجه، بس في ارتجاع مريء. وحضرتك انا بيجي لي خطفه نفس، وخطفه النفس دي بتجي لي مع الراحه، مع الراحه والحاله المزاجيه اللي هي الوحشه اللي مش كويسه. معايا يا دكتور؟ معاك يا فندم معاك. حضرتك بيجي لي خطفه نفس لدرجه باللغه الدارجه كده ان انا بحس ان الراحه تسحب مني. تمام. مع الراحه حضرتك ومع ايه؟ ومع الحاله المزاجيه اللي هي مش كويسه. تمام. علما بان عندي حضرتك برضو في الانف والاذن، اللي هو حضرتك برضو بيبقى عندي جنب من الانف كده بيبقى برضو مسدود معايا، لدرجه ان انا برضو لما بتاوب ما باخدش حق في التتاوب. ما بتعرفش تتنفس بمعنى اصح يعني؟ صعوبتي انا في ان انا روحي بتسحب مني مع الراحه، مع الراحه مش مع التعب. تمام تمام. علما بان عندي ارتجاع مريء. تمام. ويعني يمكن انت يعني تركيزك على كلمة الراحة دي بتنفي بنسبة 70% ان يكون العرض نتيجة القلب. اعتقد ان يعني ممكن ارتجاع المريء يعمل حاجة زي كده، وممكن الضغط والتوتر النفسي. يعني حكاية ان انت يعني التنهيدة اللي بتقول عليها دي بتبقى اكتر مع التوتر والقلق والحالة المزاجية. عندك اي سؤال تاني يا استاذ شعبان؟ لا يا فندم. عندك اي سؤال يا دكتور امجد؟ لا يا فندم. شكرا والف سلامه لحضرتك استاذ شعبان، شكرا لاتصالك. دكتور عايزين نطمنه بقى، دي ليها علاقه مثلا بجهاز التنفسي؟ ممكن يعني في الغالب والاعم يعني يصل الجهاز التنفسي مثلا هيبقى فيه كحه، صعوبه نفس، لكن ده بيبقى اللي هي ايه، ودي بتحصل في الاطفال كتير قوي اللي هو مش قادر يكمل نفسه، وبيحس ان هو ما بياخدش نفس. دي بتبقى توتر، وممكن يكون عرض من اعراض قلق او اكتئاب اكتر من انها تكون مؤشر لمرض نفسي او مرض في القلب. في القلب بس بالزبط. طبعا الفحص يعني دايما احنا عايزين نقول ان عمر ما حد، احنا بندي يعني توجيهات وارشادات، لكن ان انا اوصل لتشخيص صريح من الكلام لا، وبالذات ان 37 سنه المفروض برضه بس يعني هو تم يعني لكن هي دي حكاية التنهيدة دي بنسمعها كتير قوي، ويمكن من الستات اكتر يعني. ايوه. طب نرجع تاني دكتور لموضوع الذبحة الصدرية والالم اللي بتحصل والكلام ده كله. حضرتك قلت مواصفات الالم، يا ترى في حاجة تانية في مواصفات الالم ممكن تقدر توضح اكتر؟ ويا ترى بتختلف بقى اعراضها من شخص للتاني، بتختلف اعراضها من ست الراجل ولا لا؟ برافو عليك قوي في السؤال ده. يعني احنا ممكن يعني هل يعني انا عايز اقول انا هسال السؤال، هل ممكن ذبحه صمتة؟ الذبحه الصمتة دي لقيناها في نوعين اتنين، كبار السن. كبار السن الاعصاب عندهم ضعفت، فالاحساس للالم ضعف. مش في كل كبار السن، بس ممكن كبير السن يحصل له جلطه في القلب من غير ما يشعر باي حاجه. وبرضه مريض السكر اللي هو سايب سكره عالي وعمل له التهاب في الاعصاب، الاحساسات ما بتوصلش كويس، يبقى فيه نوعين برضه ممكن دي. ودي طبعا هتبقى بيجي مثلا العيان بنعمل له رسم قلب بالصدفه، نقول له رسم القلب فيه جلطه، انت كان جالك الم في الصدر؟ يحلف وفعلا هو صادق، بس تعرف ان هو ممكن يكون بس ده بيبقى في حالتين، ان هم كبير السن، كبير يعني مثلا اللي هو مثلا في 75 مثلا بالزبط. واللي عنده سكر وعمل له التهاب في الاعصاب، مش هو مش حكايه بس ان هو مثلا هتلاقي عنده تنميل في رجله، عمل عمليات في رجله، يعني تنميل شديد، التهاب في الاعصاب،
يعني بضغطه بيوطى لما بيقف، يعني اللي هي الدلالات اللي بتقول لي انه عنده التهاب في الاعصاب، فالعصب ما بيوصلش. ممكن تيجي الذبحة باعراض تانية، ودي بقى يمكن اللي بيحصل فيها يعني تأخر في التشخيص جامد. ان هو لو جه الم في اسفل المعدة، هم جاي اسفل المعدة يعني في اسفل الصدر واعلى أسفل المعدة بالظبط، وجع هنا، هنا في الوجع في الحتة دي بتبقى يقولوا له تشوية حموضة، ايوه، ويقعد يتعالج شهر وهي مثلا جلطة. ودي شفناها كتير قوي وبتتكرر كتير. لذلك دايما اي الم اسفل الصدر دايما بنقول برضو وبنقول لزمايلنا دكاترة البطنة مفيش مانع ان انت قبل ما تديله علاج تطمن على القلب. احنا بنطمن على الاخطر الاول، اما يعني المعدة مثلا اسف لو هي فيها حموضة ولا قرحة ولا اي حاجة ممكن تستحمل، لكن جلطة ممكن توصلنا للايه، لموت القلب المفاجئ. لان الجلطة دي مثلا اخطر حاجة فيها انها بتعمل لي خلل في ضربات القلب، يوم القلب فجأة مثلا ضرباته وصلت ل 300 400 دي يعني توقف، ومثلا القلب بيضخ وينبسط. لكن لو بيعمل كده لحاجة بتدخل ولا بتوقف اكنه توقف بالزبط. وهي دي الاخطر حاجة في الجلطة اللي هي الضربات البطينية. طب ودي حتى دي ما نقدرش نلحقها دكتور خلينا دي، ايوه نلحقها. ما دي نلحقها بقى امتى والتوقيت؟ هو ده اللي بيقدر الضربات دي. لذلك ان احنا دلوقتي هي التوعية ان يبقى الى حد ما يبقى جهاز صدمات في التجمعات بالزبط. مبنى زي ده لازم يكون فيه جهاز صدمات، المترو لازم يكون فيه جهاز صدمات. الملاعب يعني دي لانها هي اول ساعتين هي دي الجنون اللي بيحصل في ضربات القلب، ممكن نلحقه بصدمة كهربية ونحل المشكلة. خلينا نتكلم على الانعاش ده يا دكتور، ودي نقطة مهمة، والجلطات وازاي برضو نقدر نلحقها والاسعافات الاولية. بس ناخد اتصال من استاذ عبد الله. الو يا استاذ عبد الله. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله تمام. اتفضل. انا بابا مبسوط جدا لما بشوف سعادتك، بنستفيد من سعادتك صراحه. اهلا وسهلا يا فندم. يا دكتور انا عندي ضربات قلبي بسمعها بودني، او حتى لو انا قايم من النوم، بالذات وانا صاحي من النوم قبلها بشويه كده الاقي ضربات قلبي بتصحيني، وابقى دايخ لدرجه ما بقدرش اقف على رجليا، وشغلي سايبه لمده ساعتين، واحيانا يقعد في ايام يقعد لاخر اليوم، وباخد افيبريدين. بكلمك طبعا بالماده العلميه. بتاخد ايه يا فندم؟ افيبريدين، مش عارف اقول على الاسم التجاري يعني. برافو عليك يا استاذ عبد الله. الايفابرادين. ايفابرادين خمسه ولا سبعه ونص؟ سبعه ونص، وباخده الصبح يبقى معاده مثلا 7 ملايين على 6 احس قلبي مش مستحمله. وعملت كذا مره 5 مرات اي سي جي والستريس سي جي ويطلعوا نورمال. المشكلة بعمل عملت الايجو كذا مرة، آخر مرة اكتشفت عند 4 دكاترة، كل واحد بيقول لي رأي مختلف في الايجو. أقدر أقول لسعادتك حاجة فيهم، يعني مثلا كسور في الشريان التاجي وهبوط البصافي، والدكتور قال لي أعمل قسطرة، رحت عند حد ثاني قال لي ده في ارتجاع في الصمام المترالي والليفت أتريوم في كبد شوية. وكذا واحد، انا مش عارف احسن من الموضوع. ايوه طب هيحسمها ازاي صحيح؟ حضرتك تديني ايه التحليل اللي يجن ده؟ ابعت لك الايكو. هو انت حضرتك انت قلت لي المشكله ضربات صح؟ وممكن ضربات بتجيلك وانت صاحي من النوم. لكن ضربات تعبان جدا. لكن في الم في الصدر؟ مش كتير، ده بيبقى حاجه نادره جدا. يعني الالم نادر، لكن اللي مش نادر الضربات، نتفق صح؟ لازم كل يوم اصحى على ضربات قلب. طيب برضه فيه سكر، ضغط، تدخين؟ لا لا ما عملتش. مفيش. يبقى انا انت عملت هولتر؟ عملت رسم قلب؟ عملت رسم قلب 5 مرات يطلع سليم. والستريس جي يطلع سليم، وعملت هولتر من 2 سنين طلع ما فيش حاجه. ولقيتكم بعمله كل 6 شهور. اخر حاجه كانت الاول جريد 1 وهي جريد 1 ده ستريت ديسفانكشن، دي يعني حاجه كويسه يا استاذ عبد الله، يعني ما هيش حاجه
حاجة دي كلنا في بعد الخمسين بيبقى عندنا جريد 1 دايستوليك ديسفانكشن يعني. تمام. يبقى يعني بدل يعني حضرتك الشكوى متكررة، على الاقل على الاقل لازم هتعمل اشعة مقطية على الشرايين علشان برضو الشرايين متهمة في الاعراض اللي انت بتقول عليه. اما بالنسبة للايكو فطبعا في اماكن يعني احنا مش عايزين نتكلم، في اماكن محترمة للايكو هي اللي هتبقى الفصل يعني هتحسن. يعني الاختلاف وارد، بس انا بقول لك ان انت يعني بالتأكيد في واحد هنثق فيه اكتر. طب هي مش الاعراض مش طب في حد يا دكتور قال يعمل دراسه سيستولوجيه؟ لا 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 يعني هو يعني انا عايز اقول لحضرتك انا من تجربتي الشخصيه، انا كان عيان زي حضرتك كده وكان جالي بحوالي 4 هولتر وكان بيشتكي من ضربات، وبعد 5 سنين من يعني عمل كذا جات له الضربات وهو في العياده ولقناها ذبذبه اذينيه، وعرفنا ان احنا كنا ظالمينه من 5 سنين وعمالين نقول له مفيش حاجه. مشكله الضربات دي انها زلازل، واخد بالك يا استاذ عبد الله؟ زلازل. لا يعني ما 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 يعني هو اللي ممكن يحسم الموضوع لو هي الضربات في حاجه اسمها لوب ريكوردر، يعني الهولتر ده 48 ساعه في حاجات بتبقى دراسات بتستمر لشهور، يعني توصل على حتة فيها لوب ريكوردر. بس قبل ما تعمل اللوب ريكوردر يا استاذ عبد الله ان انت تعمل اشعة مقطعية على الشرايين، لان برضو لازم نجنب الشرايين. لو الشرايين طلعت سليمة فتأكد تماما ان مشكلتك هي في كهربية القلب، وممكن ممكن ممكن زي ما اقول لحضرتك الصدفة تلعب دورها ونكتشف ايه الضربات دي. لما بتجيلك في مرة ان انت جاتلك الضربات رحت لأقرب مكان وعرفنا، لان زي ما بقول لحضرتك ضربات القلب دي زلازل بتيجي ثواني وتروح، العيان بينها بيبقى سليم تماما بالزبط. انا بحاول اعمل هولتر ممكن برضو ما تجيلوش في 48 ساعة. الناس قالوا اللي هو ما بيجيلوش في 48 ساعة بيعمل حاجة اسمها لوب ريكوردر. لوب ريكوردر اللي هو ده بيسجل لمدة 3 شهور، وانا يعني دايما من تجربتي مع العيان اللي هو بعد 5 سنين عمل 3 اساطر وعمل 5 مرات هولتر وجالي في العيادة وربنا سهل ان جات له وهو قاعد معايا قاعد الدقيقتين، وطبعا الزبزبة دي كواها وخف وبقى زي الفل. فانا مش عايز اظلمه، بس احنا الاول لازم نمشي بسيستم. اول حاجة لازم ننفي الشرايين، لو الشرايين طلعت سليمة هندخل بقى في حكاية اللوب ريكوردر. اعمله بالصبغة يا دكتور؟ هتعمله الاشعة المقطعية على شرايين القلب، حاجة خفيفة بالصبغة يا فندم، بتبقى صبغة خفيفة مش زي صبغة القسطرة. مش عايزة وظائف كلى يعني. لازم تتعمل قبلها وظائف الكلى، لو وظائف الكلى عالية مش هيعملوها لك. انت عندك اي مشكلة يا استاذ عبد الله يعني في الكلى؟ لا طب ما اعمل قسطرة يا دكتور ولا مش ولا الاشعة احسن؟ لا انا بتيالي يعني يعني اصل انت رسم القلب سليم مش كده، والايكو والايكو بتقول لي مثلا دايستوليك ديسفانكشن وحاجات ماشي، وانت ما عندكش لا سكر ولا ضغط ولا مدخن مش كده؟ بالظبط. يبقى انا يعني هنمسك العصا من النص، الاشعة المقطعية على الشرايين هنبقى ما عرضناش الكلى لصبغة كتيرة هتديني معلومات، ويبقى برضو ما دخلتش حاجة في جسمك. ماشي يا دكتور. طب حضرتك ممكن اخد رقم الواتساب ابعت لك اليكو؟ طب ينفع يا دكتور لو هو يرجع للكنترول يديله رقم تحت حضرتك؟ تحت امرك يا فندم، تحت امرك. طب ارجع للكنترول ما تقفلش حاجه تساعدني يا فندم. شكرا يا دكتور. شكرا لحضرتك وشكرا لاتصالك يا استاذ عبد الله، الف سلامه على حضرتك. دكتور عايز ارجع تاني زي ما احنا كنا بنقول الجلطه وعلاماتها والتشخيص بتاعها، بس انا عايزه ارجع للنقطه الاهم يا دكتور، ان في ناس تيجي تقول لك انا زي ما استاذ عبد الله في متصلين كتير يقول لك انا عملت رسم قلب طلع كويس مش عارف ايه، وساعات حضرتك بتقول لا الجلطه ممكن ما تبانش في رسم القلب، ولا لازم تبان في رسم القلب؟ لا ممكن ما تبانش في رسم القلب، بس بعد كده هتبان في القسطره. في القسطره. طب يعني هو في نوعين من الجلطات. الجلطه المكتمله دي لازم هتبان في رسم القلب، فيه اللي هي ما بتبانش في رسم القلب اسمها الجلطه الغير مكتمله،
علشان يعني انت لو واحد ما هي دي حاجات يعني يمكن هتبقى بالزبط. يعني شغلنا قوي يعني بس اللي انت عايزه تقولي ممكن في جلطه ما تظهرش في رسم القلب بس ممكن يعني علشان اشخص جلطه لازم 2 من 3. طب ما فيش 2 من 3 اول حاجه الم في الصدر، ادي واحد. تاني حاجه انزيمات قلب. تالت حاجة رسم القلب. نعمل تحاليل دم يبان فيها انزيمات القلب. علشان اشخص لازم 2 من 3. ايه التلاتة؟ الم في الصدر او رسم قلب او انزيمات. من غير التلاتة دول مش هشخص جلطة. في زبخة زبحة من غير حاجة من دول يعني ممكن العيان يكون بيجي له الم في الصدر وبيوصف كويس، ولاقي رسم القلب كويس، ولاقي ممكن برضو الاقي رسم القلب بالمجهود كويس، وادخل بالقسطرة الاقي فيه مشكلة. لكن القسطرة هي بتبقى التشخيصية، دي الجولد ستاندرد، دي ده خلاص النهائي بالظبط. يعني ولو فيها غلطة بتتعامل يعني دايما المريض اللي بيشتكي كتير، يعني افرضي المريض عمال يشتكي من الم في الصدر وعملت له رسم قلب وعملت له رسم قلب مجهود كويس، خلاص انا خلاص لازم بقى ادخل واشوف بدان بيشتكي وبدان فيه قرائن. ما هي يعني العملية لازم كلها تمشي مع بعضها. ما جيش مثلا شاب وما فيش اي علامات ورسم قلبه كويس ورسم قلب مجهود كويس وادخله على القسطرة. لكن افرضي مثلا واحد كبير وعنده سكر وعنده ضغط ومدخن وعملت له رسم قلب كويس وايكو كويس ولسه بيشتكي، لا هدخله على القسطرة. فلازم لها حسبة، يعني مش من سابة كده. تمام. طب معانا اتصال من استاذه مديحه. الو. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام استاذه مديحه، كل سنه وانتم طيبين. وحضرتك طيبه يا فندم. متشكرين على البرنامج والله، كلكم ذوق. شكرا. ميرسي لحضرتك. ازيك يا دكتور؟ اهلا وسهلا يا فندم. ازي حضرتك؟ حضرتك يا دكتور، انا عندي ارتخاء في الصمام المترالي، انا مولوده بيه يعني. سامعني حضرتك؟ سامعك يا فندم. استاذه مديحه، ده اشهر تشخيص يا نسا مديحه. لا انا دايما عندي 44. ماشي يا فندم. أي وعندي 5 أولاد، أي وأنا مولودة بارتخاء في الصمام المترالي، وأنا متابعة الدكتور يعني وبروح له كل فترة، وبيقول لي عضلة القلب كفائتها 65 أو 70 حاجة كده يعني. بس أنا يا دكتور ساعات بتجيلي الضربة اللي حضرتك بتتكلم عنها دي، وأنا بتجيلي كتمة نفس بحس إن أنا هموت. هتشرع عليكي. الله يخليكي. بتنهيدة كده وأحس إن مش قادرة أخد نفسي كويس، وبعدها بشويه احس ان هو بقى حلو يعني، ما عنديش اي حاجه. بس وعندي خمول في الغده الدرقيه، بس انا كنت اخدت علاج زياده بقيت نشطه بدل ما بقيت حامله يعني. هو يعني انت عارفه هو ده اشهر تشخيص عندنا بنعاني منه دكاتره القلب، اللي هو الارتخاء. بس نفترض ان التشخيص صحيح. لو التشخيص صحيح كل الاعراض اللي انت بتقولي عليها دي ما تخوفنيش. لو اي مريض ارتخاء في الصمام المترالي بيجيله الام في الصدر غير نمطيه، غير نمطيه يعني نغزه، وبيجيله برضو عدم انتظام شويه في ضربات القلب اللي هي بنسميها يعني الضربه الزياده والاكسترا سيستول. وطبعا انت طبعا علشان ما نقولش اسامي ادويه بتاخدي حاجات مثبطات بيتا، يعني هنقول الاسامي العلميه بيزوبرولول او بروبرانولول الحاجات دي. لكن انا عايزك تتعايشي يعني ما تخافي. انا مقلقه نفسي. وبعدين يا دكتور طب كتمه النفس من ايه يعني؟ ساعات بحس ان كتمه نفس جامده، وبعدها بشويه ابقى كويس خالص يعني، ما عنديش مشكله. بس ساعات بتخافي. يعني هل كتمه النفس لها علاقه بالمجهود؟ برضو الميزان عندي المجهود. هل انت لو عملتي شغل بيت او طلعتي سلم او توترتي يجيلك صعوبه في النفس؟ لا انا بشتغل عادي. انا خلاص ما تقلقيش، يبقى ده كله وارد مع ارتخاء الصمام المترالي. ده ممكن النفس ليها علاقه بالارتخاء يعني ولا ملهاش؟ ممكن تكون حاجه. لا لها علاقه. ارتخاء الصمام المترالي بيعمل لي شويه اعراض، يعني انت عارفه هو بيدخل يتشابه، يعني المقلد العظيم بيقلد لي كل اعراض القلب. مقلد عظيم يعني يقلد لي الذبحه، يقلد لي سرعه الضربات. ولذلك لما بنعرفه كل مهمه الدكتور ان هو يعمل ايه؟ حاجه اسمها ري اشوره، تطمين
اطمني كلها يعني دي. يعني دكتور بحس ان هي ده في يوم من الايام ان انا يعني هو كله عمري يعني ان قلبك هيقف. اه لا ما تخافيش، ما انا بقولك هو كل ده اللي انت بتقولي ده هو ده كل اللي احنا درسناه في الكتب بحذافيره. يعني انا حد قلبه وقف يبقى انا بدل عندي كده، يبقى انا عندي كده يعني بشبهها. انا بقولك هو المقلد العظيم الارتخاء الصمام المطرالي داخل لي يغلب الدكاتره ويغلب المرضى في اعراض امراض القلب كلها، يدخل لي مع الذبحه يشبهها، مع عدم انتظام الضربات يشبهها، مع صعوبه النفس وضعف العضله يشبهها. طب انا عضلتي كده كويسه يا دكتور 65%؟ ده حاجه فوق الوصف. وانا يا دكتور هو طبعا الرقم رينج علشان الناس ما تاخدش، ولو عملتها بعد اسبوع وحد قال لك 60 مش معناها قلت، احنا من 55 لحد 75 طول ما احنا في الرينج ده فاحنا كويسين. ولما حد هتروح لحد تاني يقول لك 60 تقول له تقلت انا مش عارف ايه، لا ما تخافيش. هو دكتور المجهود اللي انا بعمله ده عادي يعني اعمل مجهود عادي؟ ياريت ياريت. الرياضة زي ما قلت، لا رياضة لا صحة بدون رياضة. شكرا يا دكتور كتر خيرك وعايش سماع حضرتك. شكرا اتصالك يا استاذه مديحه. طب دكتور زي ما حضرتك بتقول لا ماشي في تشابه للاعراض لامراض معينه، طب ازاي هي تجزم مثلا لو بعد الشر قدر الله مثلا؟ ما هي معاك حق، يعني سؤال جميل طبعا. بس يعني هي ازاي تعرف ازاي برضو بالظبط؟ ودي من اللي ممكن اللي هي الديب والغنم، القصه الشهيره بقى ان احنا متعودين على الاعراض دي وياتي في يوم من الايام اعراض. فبرضو يعني ايه اللي طبعا اللي هي تعملها كل قد ايه؟ وبالذات تحاليل برضو زي ما حضرتك بتقول الكوليسترول عامل. هو طبعا لازم نشوف ان احنا الحياه الصحيه اول حاجه، وان احنا نشوف لو احنا مثلا لا قدر الله لو جالها ضغط او سكر، يبقى لا لازم انها لو الالام دي جت مع المجهود وكانت في نص الصدر ويعني اتغيرت شويه، ما هي لازم هتتغير. هي ممكن بيجي لها النغزه دي نغزه، لا هيبقى المره لو هي ذبحه مثلا ممكن تيجي سكاكين بتقطع، حرقان، بتسمع في الكتف الشمال، بتيجي مع المجهود بتروح مع الراحه، يبقى في الحاله دي هي تنتبه وتبقى عارفه ايه مواصفات الذبحه. طب حاجه بقى نقدر نختم بيها يا دكتور، يعني توعيه بقى للناس وازاي ان هم يقدروا يستفادوا من الحلقه النهارده ويطلعوا بمعلومه، لا يا جماعه خلوا بالكم، ايه بقى العوامل الخطوره؟ يعني يا ترى فعلا مدخن او مدخن سلبي، يعني احنا مش شرط ان هو بيدخن هو، لا ما هو ممكن يبقى قاعد مع اشخاص او مقيم مع ناس بتدخن على طول. هو لازم نعرف ايه هي عوامل الخطوره، هنمسكها واحد. عوامل الخطوره ما بنقدرش نيجي ناحيتها، النوع طبعا، الرجاله في امراض القلب اكتر من الستات مش هنعرف نعمل حاجه. السن هنعرف نوقف الزمن؟ مش هنعرف نوقف الزمن. يبقى اللي هنقدر نتحكم فيه ان احنا نظبط سكرنا، نظبط ضغطنا، الاكل الصحي، مفيش تدخين. لو حسينا بالاعراض اللي احنا عمالين نقول، يعني عمالين نقول يا ناس ما تبقاش مثلا في الم في الصدر وسكاكين بتقطع ونقول له لا تاخد حاجه دافيه، لا اتوجه لاقرب مستشفى واعمل رسم قلب واطمن. هي دي هي اللي احنا عايزين نوصله، ما تاخدش الامور، ولا سيما لو عندك عوامل خطوره، لو عندك لو ان انت فوق ال 55 سنه في الرجاله او فوق ال 65 او عندك سكر او ضغط او مدخن او عندك سمنه، شغلانتك فيها ستريس، لازم تاخد الام الصدر باحترام شديد جدا.